يتميز بأسلوب طيران سريع ورشيق مع ضربات جناحين قوية متبوعة بانزلاقات قصيرة. يستخدم السرعة والبراعة في الطيران لمطاردة الفرائس في الهواء. يتميز بقدرة بصرية مذهلة، يمكنه رؤية فرائسه من مسافة بعيدة. يمكنه أن يطير بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة أثناء الصيد. الباشق أكسيبتر نيسوس هو طائر جارح صغير الحجم ينتمي إلى عائلة البازيات أكسيبترايداي، ويعرف بقدرته العالية على المناورة وسرعته في الطيران، ما يجعله صياداً ماهراً. الحجم والبنية الذكور يبلغ طول الجسم بين 25 و 30 سنتيمتراً، ويتراوح وزنها بين 120 و 150 جراماً. الإناث أكبر حجماً من الذكور، حيث يبلغ طولها 30 إلى 40 سنتيمتراً، وتزن حوالي 190 إلى 260 جراماً. هذا الفرق في الحجم يعرف بالازدواج الجنسي، وهو شائع في الطيور الجارحة. الجناحان والذيل أجنحة قصيرة مستديرة مع ذيل طويل مدبب، يساعد في التحكم أثناء الطيران. المظهر الذكور يتميز بريش رمادي أزرق على الظهر، وصدر مخطط بأشرطة برتقالية بنية على خلفية بيضاء. الإناث أكثر قتامة وظهرها بني اللون، بينما يكون الصدر مخططاً بخطوط بنية داكنة. العينان صفراء أو برتقالية زاهية، وتصبح أغمق مع التقدم في العمر. الساقان رفيعتان صفراء اللون، مثالية للإمساك بالفرائس. النظام الغذائي الطعام الأساسي الطيور الصغيرة مثل العصافير الزرازير وأحياناً الحمام. طريقة الصيد يستخدم عنصر المفاجأة، يطير بسرعة منخفضة بين الأشجار ويهاجم الفريسة فجأة. استراتيجيات الصيد يتخفى بين النباتات أو الأسطح المرتفعة منتظراً اللحظة المناسبة. يستخدم السرعة والبراعة في الطيران لمطاردة الفرائس في الهواء. الموطن والتوزيع الموائل الطبيعية الغابات الكثيفة والمناطق المشجرة الحدائق العامة والمناطق الريفية. أحياناً يوجد في المدن الكبيرة حيث توجد وفرة في الطيور. الانتشار الجغرافي يوجد بشكل أساسي في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا. يمكن العثور عليه في المناطق الباردة والمعتدلة، ويلاحظ هجرته في بعض المناطق خلال فصل الشتاء. السلوك الحياة الفردية الباشق طائر انفرادي معظم السنة، لكنه يشكل أزواجاً خلال موسم التكاثر. الطيران يتميز بأسلوب طيران سريع ورشيق مع ضربات جناحين قوية متبوعة بانزلاقات قصيرة. الدفاع عن المناطق يحمي مناطقه بشراسة ضد المتطفلين، خاصة خلال موسم التكاثر. الصيد يعتمد على الحذر والصمت ويهاجم بسرعة خاطفة. التكاثر موسم التكاثر يبدأ في الربيع مارس إلى مايو، حيث يزداد نشاط التزاوج. العش يتم بناء العش بواسطة الأنثى، غالباً في أعالي الأشجار باستخدام الأغصان. يبطن العش بأوراق خضراء ليكون مريحاً للصغار. البيض تضع الأنثى من 3 إلى 6 بيضات. البيض أزرق باهت مع بقع بنية. فترة الحضانة تستمر من 30 إلى 35 يوماً. تقوم الأنثى بالحضانة بينما يزود الذكر الطعام. رعاية الصغار يتم إطعام الصغار لمدة 4 إلى 5 أسابيع حتى تصبح قادرة على الطيران. تبقى الصغار تحت رعاية الوالدين لفترة إضافية بعد مغادرة العش. الأهمية البيئية التوازن البيئي الباشق يحافظ على توازن أعداد الطيور الصغيرة، مما يحد من تأثيرها السلبي على المحاصيل الزراعية. المؤشر البيئي وجود الباشق في نظام بيئي يعكس صحة هذا النظام وتنوعه الحيوي.
التهديدات والمحافظة، التهديدات الرئيسية، فقدان الموائل بسبب قطع الأشجار والزحف العمراني، الصيد الجائر بسبب اعتقاد البعض أنه يهدد الطيور الأخرى، التلوث بالمبيدات يؤثر على فرائسه ويقلل من أعدادها. جهود الحماية، إدراجه ضمن الأنواع المحمية في العديد من البلدان، إنشاء محميات طبيعية للحفاظ على مواطنه، التوعية بأهميته في النظام البيئي. الباشق هو أحد الطيور الجارحة المعروفة برشاقتها وسرعتها، ويعتبر من التهديدات الشائعة التي تواجه مربي الطيور، خصوصاً في البيئات المفتوحة أو عند وجود الأقفاص في أماكن غير محمية بشكل كافٍ. لذلك، يجب على المربين اتخاذ تدابير وقائية لحماية طيورهم، مثل تغطية الأقفاص باستخدام شبكات معدنية أو أقفاص مغلقة بإحكام لتجنب وصول الباشق إلى الطيور، وضع الأقفاص في أماكن محمية، مثل الشرفات المغلقة أو تحت الأشجار الكثيفة، استخدام وسائل الردع كتعليق أشرطة عاكسة أو مجسمات لطيور جارحة مزيفة لإبعاد الباشق. المراقبة الدائمة، خصوصاً خلال الفترات التي ينشط فيها الباشق، مثل الصباح الباكر أو قبل الغروب. حقائق ممتعة عن الباشق: يمكن للباشق أن يطير بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة أثناء الصيد. يتميز بقدرة بصرية مذهلة، يمكنه رؤية فرائسه من مسافة بعيدة. يطلق عليه أحياناً باز العصافير بسبب اعتماده على الطيور الصغيرة في غذائه. الباشق طائر مميز يجمع بين الجمال والقوة، ويعد جزءاً لا غنى عنه في النظم البيئية التي يعيش فيها. تكيفه مع البيئات المختلفة وسلوكه الصيدي الفريد يجعلان منه كائناً يستحق الإعجاب والحماية. إليك بعض الأقوال والخواطر المميزة التي قيلت عن الباشق: رمز الحرية والسرعة. الباشق طائر يحلق في سماء الحرية، لا تحده حدود ولا توقفه القيود، ينقض على فريسته كما البرق الخاطف، فيجمع بين الجمال والبأس. الباشق والصيد: في عيني الباشق عزيمة لا تخطئ، وفي جناحيه سرعة الريح، كأنه شاعر يكتب قصيدته في السماء حين ينقض على فريسته. في الثقافة العربية كان الباشق رمزاً للفارس الشجاع، ففيه شموخ الطائر وجبروت الصياد، يراه العرب مثلاً في الشجاعة والبراعة. تشبيه شعري: كأنما الباشق سهم من نار، يرميه القدر ليغزل حكاية الصيد والنصر فوق المدى. عن ذكائه وحركته: الباشق لا يصطاد بالعبث، بل بعقل دقيق وحساب محكم، يظهر فيه حكمة الطبيعة وإبداع الخالق. ساهموا في نمو قناتنا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو، وجودكم معنا يجعل كل ما نقدمه أكثر متعة وتشويقا. شكراً.